الراديو 90 90 هواها مصري بعد انتهائه من تصوير الموسم الثاني من برنامج انا وبنتي اللي بيتعرض على قنوات ان اي e، تفرغ شريف منير لتصوير دوره في احداث فيلم الممر مع احمد عايز واحمد فراوكس والمنتظر طبعا عرضه في شهر يونيو اللي جاي شريف من شويه على انستجرام نزل صوره ليه مع تيشرت نادي ليفربول وكتب عليها محمد صلاح اسعدني لتلبيه طلبي وبعت لي التيشرت بتاعه شكرا مو صلاح يا سلام يا ريتنا كلنا منير هنحقد دلوقتي